احنا عايزين نسمع من حضرتك اجابه محدده. اليومين اللي قضيتيهم في تينا هاوس في الفيوم حصل فيهم حاجه تضايقك؟ فعلا انت بجد مش عارف ايه اللي حصل وضايقني؟ لا ما اعرفش هو ايه اللي حصل. بكير انا قلت لك اني بحبك الصبح، انت عملت تشيك اوت الظهر وسبتني ومشيت، اتصلت بيك بعدها اكتر من 10 مرات ما ردتش عليا. طب وبالنسبه للفندق؟ ماله الفندق؟ هو كاميليا قصدها انه ايه اللي ضايقك في من الفندق مش مني انا. ياه انت بجد كل همك سمعه الفندق مش همك انا حصل فيا ايه؟ استاذه عايده لو في اي حاجه ضايقتك من الفندق او خدماته يا ريت تقول لنا دلوقتي عشان نحل الموضوع، يعني عشان ما حدش يتضر ونشيل الريفيو ده. مشكلتي مع الفندق انه بيفكرني بيه، وده بالنسبه لي انا بعتبره تجربه مقرفه تستاهل انك تبع عنها ريفيو زي الزفت. ايوه بس حياتك ما كتبتيش ريفيو عن تجربتك مع حياتك كتبتي ريفيو عن الفندق وقلتي كلام غريب جدا زي الصراصير والفاكهه المفعصه والخضار الدبلان والملايات اللي بتشوك. والله انا خارجه من هناك وانا شايفه الدنيا كده، شايفه كل حاجه وحشه وكتبت اللي انا شايفاه. عايده انا كنت متفق معاكي على شكل علاقتنا من الاول ان احنا ما ينفعش نكون اكتر من صحاب. صحاب؟ تبعت لي ورده على مكتبي في الشغل وتقولي صحاب؟ تجيب لي اغلى هديه جات لي في عيد ميلادي وتقولي صحاب؟ تعزمني على تينا هاوس اكتر فندق رومانسي في مصر الكابلز بيروحوه في الهانيمون، وفي الاخر احنا مجرد صحاب؟ والله احنا بنعمل كده مع كل اصحابنا ولا ايه؟ اسكت خالص استاذه عايده، انا مقدره انك مريتي بتجربه عاطفيه بايخه، بس دلوقتي في ناس بتتضر ملهاش اي ذنب، يعني نسبه الاشغال في تينا هاوس بقت قليله جدا بسبب الريفيو بتاع حضرتك، فيعني مفيش حل نشيل الريفيو ده. والله لو اعتذر لي دلوقتي انا ممكن احذف الريفيو. اعتذر عن ايه بالظبط؟ عن الاذى اللي سببته لي، اصلا كل اللي بيحصل دلوقتي ده بسببك. يعني انا لو قلت لك انا اسف دلوقتي خلاص عادي؟ والله انا كلمتك كتير قوي عشان احاول بس اسمع منك الكلمه دي، وهي الفرصه جات لي اسمعها، مع اني عارفه ومتاكده انك حتى لو قلتها مش هتقولها من قلبك، بس انا عايزه اسمعها. انا اسف. في خلال ساعه هتلاقوا الريفيو تشيل من على الويب سايت. يا ساتر ايه التوب ده، يلا نفوق لنفسينا بقى تعشي. هو انت ليك نفس تاكل؟ هي مش هيد خلاص هتشيل الريفيو يبقى اللي احنا جايين عشانه حصل، ناكل بقى. بكير الست دي متعذبه نفسيا بسببك، شكلها حبتك بجد. كلهم بيقولوا بقين دول. بعدين انا كنت واضح وصريح معاها من الاول، قلت لها انا مش مستعد لاي ارتباط بجد بيني وبينها، وهي اتفقت على كده. رجعت بقى وقالت انها بتحبني، انا ذنبي ايه؟ هو كان بايديها يعني؟ دي حاجه حصلت غصب عنها. مش حاجه اسمها حصلت غصب عنها. انا مش عيل صغيره عشان ما نعرفش نتحكم في مشاعرنا. سؤال المشاعر ايه؟ ده اتفاق. اتفاق؟ هو المشاعر والحب بقى بالنسبة لك اتفاق يا بكير؟ كل حاجة اتفاق، مش الحب بس. امال انت فاكرة ايه؟